مشاهدين حياكم الله، معي انا وديان ومع خبيرة فنون الطهي لولو غالب. كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم اشوف بيض واشوف بهارات ودقاق، وايش بتصلحي لنا يا لولو؟ بنصلح اكله حبشيه اللي يسمونها الزقني. طبعا مشهوره جدا الزقني. نحن في حضرموت عندنا احيانا ما بتوفرش البسباس الحبشي، احنا بقول لهم البديل اللي ممكن يوفروا فيها. طيب. والطريقه السهله. تمام، نبدا نشوف المقادير. المقادير معانا ربع ديايه، مش عشان وقت البرنامج، ربع ديايه، ويكون يفضل بالجلد. بالجلد ربع ديايه، ثلاث بصل انا قد فرمتهم بالفرامه، فرم ناعم جدا. ناعم. صح، ايوه كذا بالشكل هذا زي ما نشوف. حطيت لهم ملح، ليش الملح؟ عشان نخر الماء منها. تمام. حبه طماطم مفرومه ناعم، ملعقه صغيره زنجبيل، ونص ملعقه كبيره كاري. ملح طبعا، ملح ما زيت، ليش ملح؟ لانه ما في ملح. كركم، ملعقه صغيره كركم، ملعقه معجون طماطم، ملعقه صغيره فلفل اسود، وملعقه ونص بسباس حبشي. ايوه، ما توفر البسباس الحبشي، ايش بديله؟ بسباس عادي كمادة، بس نحط معه حلبه. وفر حبه، حلبه حبوب نحمصها مع البصل ومع الخلطه، بديل، مش انه هو نفسه بديل. انا في ماس بتوفر عندهم. طبعا اول شيء نحر الطاسه قوي وننزل الزيت. والبيض، البيض طبعا معروف. تمام، البيض يعني حسب الرغبه، هو حسب الرغبه، بس كتزيين احنا حابين. لا قصدي يعني كم حبات؟ حبتين ثلاث على حسب. تمام، نخلي نحاول ان احنا نبعد الماء. ليش؟ ليش هم بعضهم بيصلحوا كثير زيت عشان تتحمر، وهذا مضر. ايوه، الزقني تحصلي انه الخصر على جنب والزيت خرج من كثرته على جنب. هذا كيف تشوفي مش صحي؟ صح. ايوه، كمان حطيت لها حبه شويه خل عشان بس يخرج لي الماء. نحاول احنا نخرج الماء. هذه ثلاث حبات بصل وسط، بعضهم للحبة الدياية كيلو بصل. الحبة الدياية، الحبة كيلو بصل. الزقني معروف انه البصل فيه كثير، بس اهم شيء عندي هذه الطريقة توفر علي اني ما احط زيت كثير وما انضرش بكثرة الزيت. لاحظي زيت شربه كله كامل مع الماء، فلازم انه تحمر لي شوية شوية، وبضطر اذا شفت نشف اني ازيد ماء، ازيد زيت. ليش؟ لانه بغيته يتحمر للبصل. بعضهم بيحطوا كوب ونص كوب زيت، فبنحاول احنا نقلل بس. نخلي الماء هذا في النهايه نحطه، ليش؟ لانه في النكهه حق البصل بيساعدنا احنا. تمام. اذا احنا زي ما قلنا اولا احنا نطبخ معاكم على الهواء، ما فيش حاجه جاهزه، عشان تشوفوا الطريقه سهله. ثاني شيء نحاول قدر المستطاع انه نخليه اكلنا صحي. الزقني معروف الزيت اللي فيه الكثير، اليوم لولو حاولت قدر المستطاع انه تخلي الوجبه صحيه بحيث انه يكون الزيت مش كثير، الزيت قليل. كمان معنا البيض، لازم نحطه في وقته. من الغلط ان احنا البيض بعد ما نفوره سواء كان مقلي او مسلوق ان احنا نحره مره ثانيه، بيتأكسد وبيضر اكثر. ايوه، فلازم البيض في ساعته تاكل. في خضار ما فيها صفات ان احنا نحرها مره ثانيه، غلط مره. اوكي، بدا يتحمر عندي هنا. لحظه خليه ياخذ وقته. تقريبا يا لولو اصبح البصل جاهز، حمر. اول ما يحمر البصل ننزل الدياي. تمام، تشم الريحه حق البصل. ايوه، طبعا في بعضهم بيحطوا ثوم واختياري. الثوم بعضهم يقولون له اساسي، بس لما نجي نخليه نحن اختياري. ليش؟ نحن حابين نشم ريحه البصل. الثوم احيانا بيطغى. صح، اقوى الثوم، ريحته قويه. انزل الان الطماطم والبيضه. البيض الحين نطفيه ونخليه على. تمام، نزل الطماطم، طرحنا البصل والطماطم، والحوايج كاري وفلفل اسود، الملح، الكركم،
الفلفل الاسود والبسباس الحبشي، عشان كذا هو لونه احمر لانه في صلصه وطماطم. كثر كميه البسباس الحبشي لانه هي اصلا اكله حبشيه معتمده عليه، الزقنيه يعتمد عليه. وننزل الخليط حقنا هذا اللي هو مع البصل. هذه البصل طريقه صحيه. انا عارفه اني غيرت الطريقه الحبشيه، بيقولوا لا ضروري كذا وكذا، بس احنا علشان الصحه وعشان نسهلها زي ما قلت لكم ما فيش معانا بهارات حبشي، استخدم البسباس البابريكا اللي هو البسباس العدني او البابريكا، او الناس اللي هم مغتربين استخدموا البابريكا المدخنه. كم يجلس ده على النار؟ نخليها تفور، لما تفور نخليها تجلس تفور، نشوف الماء يقل يقل يقل، قل الماء نرجع نزيد شويه ماء لما الدهية تنيح. طبعا. فما نكب ماء على طول بقع مرقع، شوفي الخليط كيف ثقيل. ايوه. وبعدهم صلحوا بطاطا يا لولو. نقع طبيخ. حلوه صح، بس احنا اليمنيين نحب البطاطا اصلا. زارين نحبوش. ما نمشيش نزعل احد. خلاص الان نخليه يتفاوض، بس شوفي كيف زي المرقه ثقيله. ايوه ثقيله. تمام. ونجهز الان طبقنا الثاني. اذا اعزائي المشاهدين نروح فاصل صغير جدا، نرجع لكم نشوف طبقنا الثاني ايش هو، خليكم معانا. وهيا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، وزي ما قلنا اللي يفوتوا المقادير في برنامجنا بالعافية يقدر يلاقي كل حاجة في صفحتنا حضرموت تي في 1. قبل الفاصل عملنا الزقني، والزقني الآن تقريبا شبه جاهز. ولولو ايش طرحتي له الآن؟ قلنا ثوم بودرة او ثوم عادي، بس في النهاية ليش؟ لاني ما حبيت النكهة حقتكم تتغالي على حق البصل. تمام، إذا عملنا الثوم البودرة. هو اختيار، بس انا عشان الدياي. طفيه خلاص. الزقني جاهز الآن. ايوه، والبيض جاهز. نحط البيض الحين، نكب الزبدة. بهذا القوام طبعا، بهذه الريحة، بهذه الريحة القاتلة. زي ما قلت أني ممكن الناس اللي هم مغتربين أو اللي متوفر لهم مش بسباس حبشي، بابريكا مدخنة مع حبوب حلبة، تحمص حبوب الحلبة مع البصل بيعطيني النكهة حق الزقني. إذن أعزائي المشاهدين وبكده طبقنا الأول يكون جاهز، ونعمل له اللمسات السحرية. طبقنا الثاني اللي هو لازم يكون كعك العيد مسبوك، وبنعمل لكم اليوم نوع من انواع الكعك. نعمل بيتي فور بطريقه سهله. تمام، ما حتى ما نكسرش ظهرنا في الكعك. بيدعوا لك الحريم، والله بيدعوا لك الحريم، لانه فعلا الكعك يمكن عندنا في طقوس رمضان يكسر الظهر، طقوس العيد عفوا. الان ايش المقادير بتكون؟ معانا طبعا كوب ونص دقيق متعدد الاستخدامات، بس قلنا ما نحطه كله لانه على حسب حجم البيضه وعلى حسب الجو عندنا. تمام. معانا كوب زبده، ومعانا كوب الا ربع سكر بودره. تمام. تمام، ومعانا ملعقتين كبيره نشا، وملعقتين حليب بودره، ورشه فانيليا، ورشه ملح، وبيضه واحده. اوكي. وطبعا اول شيء نبدا طبعا هذه بمقادير البيت فور، زي ما قالت لولو وعدتكم سهل، ما فيش كسر الضغط معانا، كل شيء سهل. اول حاجه نعملها ايوه ننزل الزبده. طبعا ليش انا استخدمت حليب؟ حابه اوضح حاجه، اذا استخدمت الزبده اللي تجي نوع العلب اللي هي مش بالكيلو، استخدم حليب بودره. تمام. لانها تعتبر زبده نباتيه. ايوه، فبتفتقد للقشديه اللي هو الحليب البودره. اوكي، ننزل السكر البودره، الزبده والسكر البودره كذا، ونضربهم ضرب لما يبيضوا. يمكن الكعك يعتمد على الضرب في البدايه. هاي. ايوه. طبعا بتستغربوا انه ماشي في بيكنج باودر، ما فيش بيكنج باودر. لما بعد ما
خلطنا ضربناها وخليناها بالشكل ده بيضه. ايوه ننزل البيضه. ايوه نضرب يعني ننزل الفانيليا ونحلل البودر ونلف. طبعا الدقيق لازم ننخله زي ما قلنا لانه على حسب انواع الدقيق اللي متوفره معانا. حسب اني شغلي اكثر شيء اكتشفت انه الدقيق لما تجي نوع عن نوع بيختلف حتى لو نفس الشركه. حتى لو نفس الشركه اذا لازم ننخله. ننخله وكمان نتاكد من النوعيه. اذا ما نشيلش اي نوع من الدقيق. طبعا اللي عملناها نص الدقيق اذا حابه انها تتشكل انا بعمل لكم الطريقه الاولى للبيتي فور اللي هي بالقمع واللي هي اسهل علينا ان احنا من جلس نكعك ونكسر ظهرنا. متى اعرف ان هذه خلاص انها بتصلح لي اني افعلها؟ متى؟ في القمع لما نجي نمسها ما تمسكش يدي. الحين لا زالت تمسك في يدي. اوكي، اذا عاد احنا نشيل دقيق صح؟ ايوه، ونفس الشيء قلنا ننخلها، ما نكب كل الدقائق المقادير مره واحده، اول شيء، ثاني شيء حجم البيضه بيحكم، انا عندي ما حجم البيضه شويه وسط او اصغر من الوسط. واذا كان كبير؟ اذا كان كبير برضه نحط بالتدريج. اوكي. حتى في المعجنات احنا الدقيق نخليه بالتدريج. الان نفس الشيء نقرب بدا عاده شويه. والقمع اللي بنستخدمه لازم يكونش قمع سفلي حق الكريم الخفيف، لازم القمع الثقيل، القماش الثقيل. القماش الثقيل ايوه. الآن نجهز القم، هذا ممكن تمسكي معي، وكمان نولع الفرن زي ما قلنا إنه ضروري الفرن عندي يكون حامي. حار أيوه. والصحن حق الخبز. أيوه عادي كذا. منكم نتعلم يا ذو الوقت. اذا بهذه الطريقه يكون اسهل صح؟ ايوه بسم الله. ينزل لي بسرعه ما يوسخليش كل القمع على تحت. تمام بسم الله. ننزل في وصله لكنه خفيف وهذا هو المفروض انه يكون معايا. مع الزبدة بينسك بيلصق، لكن أول ما تبرد لي الزبدة نحط صباعنا يفك منها. طريقة سهلة جدا. ايوه هذا شكل بعدين شكل وبعدين شكل. اوكي الشكل الثاني اللي هو يا سلام وهذا شكل. طبعا هي بتنتفخ معانا هكذا برغم انك ما فعلتش بيكنج باودر. لا ولا نشوف الطريقة سهلة جدا جدا سهلة، لا نتعب نفسنا في الكعك ولا نكسر يداتنا. هذا قصيتي صح؟ ايش هذا هو قعقاسي. ايوه ضروري. طبعا نجيب صحن على التشكيله اللي معانا. هذا اول ما يحر لي الفرن هذا شوي بارد ننزل عليه. مع انها قاسيه بس لسه رطبه. ايه
هذا ضفتي له دقيقة علشان ما يقعش كريمة زايدة. قلت هذه بالتشكيلة بالير. أنا قلت تشكيلة اليد. يعني تقصد أنت تفكعكيها بالتشكيلات العادية اللي معنا. كأني بعجنها عجين. بجيب دقيق هنا. كيف الفرن حامي قدر؟ بسم الله. كم جلس في الفرن يا لولو؟ 7 دقائق كذا، ما ياخذ كثير لانها خفيفه. طيب الحين نشوف اليدوي. طبعا شوفي العجينه كيف هي رطبه، ايوه، في نفس الوقت ناعمه. الحين احنا نمدها. تعامل معاها برقه برضو لانها لازال فيها زبده وبيض، الامور هذه رقيقه ما فيش ماء، حساسة جدا. طيب انا بستخدم شكلين. تمام. طبعا مع الضرب، شوفوا مع الضرب لازم نضربها الكعك، لما نضربها بالمضرب لازم ترتاح. ليش ترتاح؟ الزبدة تهدأ. مع الضرب في حرارة. اوكي. تكون دايما احنا شغل الحلوى تكون في مكان بارد. مع الضرب لازم تهدى عشان الزبدة ما تخرج. وتكون ماسكة معي، بس احنا علشان وقت البرنامج بس. طبعا هستخدم عدة اشكال، هستخدم هذا الشكل اللي هو الشطرنج. حتى انا عجبتني. حطهم مع بعض وحطهم شوكولاتة بيضة. ايوه. كأنها صدفة مفتوحة. ايوه. كله حسب يعني فن الوحدة، لو في بفنع يقولوا في بطافة يعني تشكل، تفعل شوكولاتة، تفعل اشكال. وإذا أنتم مستعجلة تفعلوا بالطريقة الأولى. مشاهدين نكون خلصنا حلقتنا لهذا اليوم اللي عملنا فيها زقني بطريقة زيت أقل جدا وصحية، وكمان عملنا بحكم ان احنا اواخر رمضان عملنا نوع من انواع الكعك اللي هو البيتي فور بطريقة سهلة جدا برضه، وان شاء الله تكون الحلقة نالت اعجابكم وعوافي عليكم وبالعافية.